السلام عليكم، تحية خاصة إلى كل متابعي قناة هدى كرافتس وإلى المتابعين الجدد. بالنسبة لعملنا اليوم فرح يكون تكملة للجزء الأول بالفيديو السابق، لأنه إحنا بالفيديو السابق تعلمنا طريقة عمل هذه القطع من عجين السيراميك البارد، وبهذا الفيديو راح نتعلم طريقة عمل خرز تتلائم مع كل هذه القطع بحيث ممكن نحولها على شكل إكسسوارات. الخرز اللي راح نتعلمها راح تكون بهذا الشكل. وهذا هو شكل الخرز. هنا أنا استخدمت قسم من هذه الخرز اللي باللون الذهبي والماروني، استخدمت عجين الصلصال الحراري أو البوليمر كلاي، واللي باللون الأسود استخدمت عجين السيراميك البارد. فتلاحظون أن النتيجة واحدة سواء استخدمنا صلصال أو عجين السيراميك. هنا تلاحظون أني أترك، يعني بعد ما أعمل الخرز أتركها بهذا عيدان الشواء بهذا الشكل. أتركها لحد ما أستخدمها، خصوصا إذا كنت عملتها من عجين السيراميك البارد، لأنه حتى تعرفون أنه عجين السيراميك بعد ما يجف ممكن يتقلص، فحتى أحافظ على الثقب يكون يعني بالحجم اللي أني محتاجته، فدائما أترك الخرز بالعيدان بهذا الشكل. فالآن راح نبدأ بطريقة العمل. بالنسبة للمواد اللي راح تحتاجوها لهذا العمل، راح تحتاجون هذا النوع من العيدان، عيدان الشواء، يعني هذه حسب حجم الحبال اللي راح تستخدموها لعمل القلادة، فممكن تستخدمون هذا الحجم، هذا عيدان الشواء، أو ممكن حجم أكبر. فأول شيء راح تحتاجون هذا النوع من العيدان، وأيضا راح نحتاج هذه الألوان اللي هي ألوان البارالاكس، أو ممكن تستخدمون الآي شادو ظلال العيون راح يعطيكم نفس النتيجة. وراح تحتاجون العجين، يا أما عجين السيراميك البارد اللي يكون باللون الأسود، أو الصلصال الحراري البوليمر اللي أيضا المفروض يكون باللون الأسود. أنا بالنسبة إلي عندي هذه التول أو الأداة اللي هي الكلاي إكسترودر، هذه اللي تجي بهذا الشكل وتكون معاها ديسكات، راح تجي وياها هذه الديسكات اللي هي راح نستخدمها حتى نحصل على يعني مثل الخيوط. راح أحاول أنه أستخدم أصغر حجم، تقريبا هذا الحجم. فالآن راح نشوف طريقة استخدام الكلاي إكسترودر وطريقة عمل هذه الخرزة. احنا اتفقنا أنه نستخدم عجين باللون الأسود، لكن بهذا المقطع راح استخدم العجين اللي باللون الأحمر، فقط لأنه حابة أنه بما أن اللون الأحمر لون يعني واضح راح تشوفون طريقة العمل بشكل أفضل، لكن احنا المفروض نستخدم اللون الأسود. فالمهم راح نملي الكلاي إكسترودر بالعجين، وبعدها راح نحضر أو نهيئ العيدان اللي راح نستخدمها، ويعني راح تشوفون طريقة عمل الخرزة بهذه الخطوات. فهنا أنا بديت يعني أعمل هذه الخيوط وأضعها بهذا الشكل. فاللي ما متوفرة عندهم هذه الأداة ممكن، يعني هي الفكرة أنه تحصلون على خيوط من العجين بهذا الشكل وتبدون تلفوها على العيدان بهذه الطريقة. طبعا وكل ما يكون العجين جديد راح تكون الطريقة أفضل وأسهل، لأنه العجين السيراميك لما يكون فريش وجديد يعني ممكن انه بدون ما تحتاجون للغيرة او تلصقوها، بينما اذا يقدم العجين يعني راح تلاقون شوية صعوبة بالتصاق هذه الخيوط مع بعض. فالمهم المفروض انه انتو تبدون تلصقون هذه الخيوط بهذا الشكل على العيدان، ويبقى يعني حجم الخرزة اللي انتو حابين تحصلون عليها، هذا الشيء راجع لكم انتو.
فتلاحظون راح استمر بإضافة الخيوط بهذا الشكل على الخرزة لحد ما احصل على النتيجة اللي يعني اقتنع بها والحجم اللي انا محتاجته. يعني المفروض نحصل على هذا الشكل، هذا المفروض انه نتركها على هذه العيدان لحد ما تنشف تماما، وبعدها نبدي بالتلوين. اذا ما متوفر عندكم الكلاي اكسترودر راح يعني ممكن بطريقة يدوية تعملون يعني نفس الشغلة وتكون النتيجة يعني ما بها اي اختلاف عن هذه الأداة. فراح نشوف الطريقة بدون ما نحتاج الكلاي اكسترودر. هذه يعني القطعة كملت. بالنسبة للتلوين، إذا حابين تستخدمون ألوان الباودر بهذه الطريقة فالمفروض تلونوها وهي بعدها يعني طرية بهذا الشكل بهذا الوقت. يعني مجرد أنه تأخذون اللون بالأصبع وتمرروه بخفة على الخرزة وتتلون بهذا الشكل. طبعا أنا لاقيت صعوبة بهذه الخرزة لأن العجين قديم بحيث ما التصق، فشوية لاقيت يعني صعوبة بالتلوين. فالمهم هذه الطريقة إذا حابين تستخدمون الألوان الباودر. أما إذا تكونون يعني حابين أنه تستخدمون غير ألوان الباودر، يعني مثلا ألوان الأكريليك، فالمفروض أنه يعني تتركون هذه الخرزة لحد ما تنشف وتبدون تلونوها بنفس هذه الطريقة يعني باستخدام الأصبع. وهذه هي القطعة بعد ما تركتها لحد ما جفت فأصبحت بهذا الشكل، الباقي أنه أورنشها واستخدمها. الآن راح نشوف طريقة أخرى للحصول على يعني تصميم آخر أو شكل آخر للخرز. راح تحتاجون أي سطح بحيث تحصلون على نقشة على سطح العجين بهذا الشكل. أنا هنا استخدمت ستامب أو ختم بحجم كبير، فالمهم حصلت على هذه النقشة. راح نقطع العجين بهذا الشكل ونبدي نلونه بألوان الباودر أو ألوان الشادو يعني ظلال العيون. فنحصل على هذا الشكل. الآن راح يعني راح نستخدم أي نوع عيدان موجودة عندنا، عيدان الشواء أو هذا النوع، وتبدون يعني تلفون قطعة العجين على هذه العيدان بهذا الشكل بحيث راح نحصل على خرز بشكل اسطواني. الشغلة المهمة هو شلون نقدر نتخلص من هذا المكان، يعني مكان ارتباط يعني العجين. فاللي أسوي أنه أرجع أفتح هذه الخرزة على نفس الختم أو المكان اللي استخدمته للحصول على هذه النقشة، بحيث راح تلتصق هذه النهايات بهذا الشكل. وممكن ايضا اذا يعني نضيف يعني بعدها نضيف مره ثانيه الالوان حتى نغطي اي عيوب موجوده او اذا مسحت عندنا الالوان بهذا الشكل. وبعدها تبدون تقطعون هذا الشكل الاسطواني بشكل خرز حسب الحجم اللي انتم حابين تحصلون عليه. فيعني تلاحظون طريقة سهلة وحلوة ممكن نحصل منها على هذا النوع من الخرز.
هذه القطع استخدمت بها اللون البنفسجي والأخرى باللون الجوزي، وكانت النقشة غير شكل. فالمفروض أتركهم لحد ما ينشفون وبعدها أغطيهم بطبقة من الورنيش واستخدمهم. أو ممكن هذه طريقة، يعني أبسط طريقة لعمل الخرز، إنه تفتحون العجين بسمك واحد وتأخذون أي قاطع بشكل دائري وتقطعون الدوائر بهذا الشكل وتحولوهم بشكل كرات. استخدمت القاطع لأنه حتى أحصل على كمية يعني متساوية من العجين، بحيث الخرز راح تكون أحجامها متساوية. فالمهم تحولون هذه الدوائر بشكل كرات بهذا الشكل، وإذا حابين تلونوها بألوان البيرلكس أو ألوان الآي شادو بهذه الطريقة يعني، أو ممكن أيضا تستخدمون هذه يعني هذا التلوين باستخدام الجليتر الناعم جدا. نفس هذه الطريقة راح أيضا تحصلون على نتيجة حلوة. فأيضا هذه طريقة أخرى لعمل هذا النوع من الخرز. فهنا أنا بعد ما راح أكمل تلوينهم راح يعني باستخدام عيدان الشواء أقوم بعملية ثقب هذه الخرز. أثقب الخرزة وأتركها على العيدان يعني لحد ما تنشف تماما وأورمشها، فنحصل على هذه النتيجة. وهذه هي المجموعة الأولى اللي عملناها بطريقة لف الخيوط، فهذه يعني تركتها لحد ما تنشف وقمت بتغطيتها بمادة الوارنيش، وحصلنا على هذه الألوان الفضي والذهبي واللون الأحمر. ممكن نغطيها بألوان أكريليك إذا حابين نغير اللون. وهذه المجموعة الثانية اللي هي بطريقة يعني شكل اسطواني، فصارت بهذا الشكل بعد ما تركتها لحد ما تنشف وغطيتها بطبقة من الوارنيش. بالنسبة لهذه القطع العيب اللي بيها ما حبيت مكان الارتباط، يعني النهايات هذه ما حبيتها، لكن راح تلاحظون بعد ذلك بعد ما استخدمتها يعني مع كعمل بالإكسسوارات حتى هذا مكان الارتباط كان أيضا يعني شكله جميل. وهذه الخرز البسيطة اللي هي بشكل الكرات. فالخطوة الأخيرة هو أن نحول هذه الخرز أو نستخدمها مع القطع اللي عملناها بالفيديو السابق. وهذه هي النتيجة مثل ما شاهدون أمامكم، يعني حاولت أنه أستخدم كل الخرز اللي عملتها يعني بقلادة، مثلا بالقلادة الواحدة تلاحظون أكثر من موديل. بالنسبة لهذه الخرز هي أصلا لونها أسود ومررت عليها لون أحمر فصارت بهذا الشكل، وأيضا عملت لها هذه الأقراط أو التراتشي أو الحلق بهذا الشكل. وهذه الخرز هي كانت باللون الأحمر، مجرد أنه مررت عليها ألوان أكريليك لون ذهبي وحصلنا على هذا السيت، يعني القلادة والحلق معها. تلاحظون هذه هي الخرز كانت حمراء يعني باللون الأحمر ومررت عليها اللون الذهبي فصارت بهذا الشكل. فهذه القطع اللي استخدمت بها الخرز اللي هو بطريقة الخيوط ولف الخيوط. بالنسبة لهذه القلادة هيأت هذه القطع وراح أحاولها بشكل أقراط، لكن أنتظرها لحد ما يعني تجف، وبعدها مجرد أنه أمرر لون ذهبي على النقشة اللي موجودة على السطح فنحصل على نفس النتيجة أو نفس شكل القلادة. وراح أترك لكم صورة لهذه الحلقة بنهاية الفيديو.
وهذه الأشكال الأخرى للخرز. تلاحظون بهذه القلادة دمجت أكثر من تصميم من الخرز، الخرز اللي بالشكل الاسطواني والخرز اللي بشكل الكرة أو والأخرى اللي هي يعني بشكل الخيوط. بالنسبة لهذه تلاحظون هذا المكان اللي ذكرت أنه ما حبيته، مكان الارتباط، تلاحظون يعني بعد ما استخدمته بالقلادة ما يعني ما حسيت أنه شكل شوه هذه القلادة. فالمهم يعني هي هذه كل الـ الـ يعني الأشكال اللي عملتها من هذه الخرز، وأعتقد أنه النتيجة حلوة. فإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسون الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة إذا حابين تتابعون المزيد من الأفلام التعليمية الخاصة بالأعمال اليدوية بصورة عامة، أو أعمال عجينة السيراميك البارد أو الصلصال الحراري بصورة خاصة. وانتظرون على الفيديو القادم، وشكراً.